في أحوال الطقس رياح قوية مع تطير الغبار وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من الغد إلى الاثنين بعدد من أقاليم المملكة حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر للمديرية العامة للأرصاد الجوية. للمزيد من المعطيات حول حالة الطقس ببلادنا ينضم إلينا اللحظة مباشرة من الدار البيضاء الحسين يعابد المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك سيد يعابد. إذن كما سمعنا في نشرة إنذارية من المتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من الغد إلى الاثنين بعدد من أقاليم المملكة. بداية سيد يعابد، الناس بغاو يعرفوا شنو هي هذه الظاهرة الجوية، رياح قوية مع تطاير الغبار. فعلا فهذا المصطلح ديال رياح قوية مع تطاير الغبار هو أنه يعني يرتقب أن تهمنا رياح قوية قد تصل يعني في مناطق ديال الشياضمه ولا المناطق ديال الدكاله ولا المناطق المجاوره تقدر توصل حتى ل 100 كيلومتر في الساعه. وهذه الرياح كذلك قد ترفع كميه من الغبار او الاتربه من الاراضي الى الغلاف الجوي، بالتالي كنقولوا رياح يعني مع تناثر الغبار او رياح قويه. والسبب ديال هذه الرياح القويه هو اقتراب واحد منخفض جوي يعني مقرون بكتل هوائيه في الاجواء العليا، وهذا المنخفض يتميز بضغط جوي منخفض جدا مما يزيد من تسارع ديال حركه الهواء وبالتالي شده الرياح اللي ممكن توصل بين 100 حتى 110 كيلومتر في الساعه غدا يوم الاحد من 5 الصباح حتى 5 العشيه في مناطق ديال الصويره اسفي شيشاوه جديده سيدي بنور، وهذه المناطق فيهم مستوى اليقظه احمر، وهذا المستوى عاده تيكون تنفوت النطاق العادي للرياح. فهذا اضطراب جوي من غير الرياح اللي غادي تكون تقريبا تهم شمال وسط وكذلك مناطق داخل البلاد، غيكون بحول الله الاضطراب الجوي مصحوب بامطار اللي غادي تهم ابتداء من بعد زوال يوم غادي الاحد بحول الله المناطق الشماليه، السهول الاطلسيه الشماليه، المناطق الغربيه للبلاد، مناطق توصل حتى المناطق ديال سوس، قد تصل حتى المناطق ديال الشاوان والمناطق ديال اقصى شمال غرب البلاد، وقد تكون غزيره خصوصا بالمناطق ديال شفشاون العرايش وتطوان. وبعد ذلك قد يوم الاثنين بحول الله ستبقى الامطار بين الفينه والاخرى، قد تصل حتى المناطق الداخليه الاطلس الكبير الاطلس المتوسط وكذلك حتى الشمال اقاليمنا الجنوبيه، وتكون هناك كذلك انخفاض في درجات الحراره.